قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته بغداد إن الجيش العراقي سيعاد بناؤه في إطار استراتيجية شاملة، وسيعاد تكوين الجيش العراقي وتدريبه عبر استراتيجيات متعددة وبمساعدة دول أخرى مع الولايات المتحدة. إننا بصدد وضع ملامح استراتيجية شاملة لن تقتصر على إلقاء القنابل والمساعدات العسكرية المباشرة فقط، بل ستتضمن القوات العراقية على الأرض والجيش العراقي الذي سيعاد تأهيله وتدريبه وتكوينه، كما ستبذل جهود عبر استراتيجيات متعددة وبمساعدة بلدان أخرى كذلك. وأضاف كيري أن تحالف دولي سيهزم من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين ويقضي على التهديد الذي يشكلونه على العراق والمنطقة والعالم. إن الولايات المتحدة والعالم أجمع لا يقفا مكتوفي الأيدي وهما يشاهدان ما يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية. كلنا ثقة في أن تحالفنا الدولي سينجح في خاتمة المطاف في إزالة التهديد الذي يشكله هذا التنظيم على العراق والمنطقة والعالم أجمع. من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في محاربة تنظيم الدولة. وخلال لقائه مع كيري طاب العبادي العالم بالتحرك الفوري لوقف تهديد تنظيم الدولة الذي وصفه بالسرطان. وأشار العبادي إلى أن دور الحكومة العراقية هو الدفاع عن البلاد، بينما المجتمع الدولي مسؤول عن حماية العراق والمنطقة بأسرها. هذا هو من المنتظر أن يعلن أوباما من البيت الأبيض خلال ساعات خطته للقضاء على تنظيم الدولة في العراق والشام. ويستعد أوباما بحسب صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتين لتوسيع حملة الضربات الجوية إلى سوريا بعد بديها في العراق ضد تنظيم الدولة والذي يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين. ونقلت واشنطن بوست عن ميشيل فورنوني المساعدة السابقة لوزير الدفاع قولها إن أوباما مصمم على محاربة تنظيم الدولة في كل مكان لها فيه مواقع استراتيجية. وذكرت نيويورك تايمز أن أوباما ينوي البدء في حملة طويلة المدى أكثر تعقيدا بكثير من الضربات محددة الأهداف ضد القاعدة في اليمن أو باكستان أو غيرهما. ينضم إلينا من واشنطن دوغلاس أولافانت، عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي. سيد أولافانت، برأيك ما الذي تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها لمهاجمة الدولة الإسلامية؟ من وجهة نظر ما نحتاجه من أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، ستحتاج الولايات المتحدة إلى قدرات استخبارية وقوة جوية. من بلدان المنطقة ستحتاج المنطقة أو ستتوقع منهم أن تحرم الدولة الإسلامية من تدفق القوات أو المقاتلين إليها، أو كبلد منشأ يأتي منه المقاتلون أو بلدان عبور فقط. وأيضا ستتوقع منهم تجفيف الموارد المالية لهم، وليوضحوا بأن الدولة الإسلامية ليست إسلامية حقيقة. كيري قال بأن الجيش العراقي سيعاد بناؤه ضمن استراتيجية عالمية يعلنها أوباما لمواجهة تنظيم الدولة. هل تعتقد أن هناك معلم بارز فيما يتعلق بالعراق سيكون ضمن هذه الاستراتيجية؟ أعتقد أنه من حيث البداية ستركز الاستراتيجية الجديدة على العراق. كلنا يعلم أن الوضع السياسي في العراق صعب، والوضع السياسي في سوريا كاد يكون مستحيلا. ففي البداية سيركز على العراق ليعمل مع الحكومة الجديدة ليخرج الدولة الإسلامية من العراق، وبعد ذلك القوات أو النشاط العسكري الأمريكي في سوريا في البداية
سيخصص لدعم الجهد العسكري في العراق، لأننا لا نمتلك الظروف المواتية على الأرض. ليس هناك فيلق سلام ولا قوات سورية برية يمكن إعادة تأويلها. كل ذلك سيحتاج إلى وقت. ولكن واضح بأن الإدارة الأمريكية أصبحت مخولة عالميا إقليميا عربيا للقيام بهذه العملية. هل تعتقد أنها ستذهب أبعد ما تكون في تنفيذ هذه الاستراتيجية في فترة زمنية محددة؟ إن مشروعية الاستراتيجية سهلة طالما تعلق الأمر بالجانب العراقي من الحدود، لأن الحكومة العراقية هي التي وجهت الدعوة إلى الولايات المتحدة. فالمسألة بسيطة من الجانب المشروعي والقانوني والشرعي وما إلى ذلك. أما على الجانب السوري، لا يبدو أن الإدارة الأمريكية مستعدة لأخذ موافقة نظام بشار الأسد لشن هجمات جوية وغيرها. لذلك هناك حاجة لمشروعية في ذلك الإطار. دوغلاس أولافانت، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، متحدثا من واشنطن. شكرا جزيلا لك.